طيب يا جماعة، يمكن النهاردة احنا معانا ضيف هو متعدد فعلا المواهب، ويمكن الكلمة دي مش سهل ان احنا نقدر نقولها على ناس كتير موجودة على الساحة الفنية، خصوصا كمان ان ضيفنا انا من رأيي الشخصي ان هو مهدور حقه جامد جدا، يمكن هو علشان متعدد المواهب زي ما انا قلت، يمكن غنى ويمكن تمثيل وكمان تقليد وكمان الحس الفكاهي طبعا اللي بيتمتع بيه، وكمان صاحب عائلة فنية جدا جدا جدا. هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفنا واخويا طبعا كريم كامي اللي منورنا في استوديو انبوكس. ازيك يا كيمو؟ حبيبي ازيك يا شريف؟ عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله ربنا منورنا. ازيك يا كريم؟ عامل ايه؟ ازيك يا نوره؟ عامله ايه؟ يا رب تكونوا بخير، منورين. ربنا يخليك كريم. يعني قول لي، عايز نبدا منين بقى؟ يعني نبدا من الغنى ولا نبدا انت بدات ايه الاول؟ يعني هو التسلسل اللي حصل كان الغنى كان اول حاجه. ابتديت على السوشيال ميديا من حوالي تقريبا 8 سنين. أوكي. كنت بعمل فيديوز عادي بالجيتار، وبعد كده لقيت موضوع السوشيال ميديا بقى حاجه مهمه سنه سنه، فابتديت اتكتر في الفيديوهات. وبعد كده اتنقلت بقى من مرحله التقليد والتمثيل، وابتدى يبقى عندي الحمد لله متابعين من وقت للاخر، كل ما انزل فيديو بلاقي المتابعين بيزيدوا بشكل كويس. الحمد لله. وخدت مسابقه مع الملحن عمرو مصطفى والموزع طارق مدكور على نجوم اف ام، خدت المركز الاول في 2009، وكان المفروض ان احنا يبقى في ما بيننا اغاني، بس يعني ما حصلش نصيب ساعتها، حصل احداث بقى في 2011 وكده. وحاليا دلوقتي انا على السوشيال ميديا موجود ومتواجد، يمكن بتحرك ببطء شويه، ولكن عشان اوفر لنفسي يعني اعمل فيديوهات مش متكرره، يعني بحب اختفي شويه واظهر بفكره جديده بحيث ان الناس ما تملش مني يعني. بس وقريب ان شاء الله ناوي اعمل اغنيه، بس لسه ما استقرتش على الاختيار. انت قلت كل الكلام اللي ممكن نقوله في الانترفيو عشان نخلص الحلقه بسرعه. لا يعني عشان يبقى عندنا مساحه، يبقى عندنا مساحه بقى نغني ونقلد ونعمل كل حاجه. ماشي، هتعمل ايه الاغنيه؟ انت بتقول بتحضر ايه؟ ان شاء الله في اغنيه قريب، بس لسه ما استقرتش على الاختيار، بس هو قرار اكيد ان شاء الله. بس دي مش اول اغنيه ليك بتاعتك؟ لا، كنت عملت اغنيه قبل كده اسمها تراهني، كانت كلمات الشاعر نادر عبد الله والحان شريف بدر وتوزيع اسامه عبد المنعم. بس ان شاء الله اللي جاي تكون حاجه مختلفه. طيب ان شاء الله احنا قبل ما نسمع ويعني ونعمل الحاجات الكتير اللي انت بتتمتع بها كموهبه، برضو عايز اعرف يعني منك انت هدفك دلوقتي، انت ماشي في انهي اتجاه؟ يعني هل انت النهارده هنقدر نقول ان كريم هيبقى مطرب ومستنيين ان هو يبقى ليه اغاني بتواصل، ولا ايه الهدف اللي انت ماشي بيه جوه دماغك حاليا؟ انا بالنسبه لي الغنى والتمثيل الاثنين مفتوحين على بعض، انا بمشي في الاتجاهين. يعني على السوشيال ميديا كل فتره انزل فيديو غنى وشويه انزل فيديو تقليد، وعلى حسب الاتجاه اللي هيمشي الاول هروح فيه على طول. بس انا التقليد ده صعب قوي يا كريم، يعني مش اي حد بيكون عنده الحته دي. لا والله، وقبل اي حاجه هي ملكه من عند ربنا. انت عملتها يعني امتى كريم مرعب؟ امتى؟ ما احنا هنشوف. بس امتى اول مره يعني جربت ان انت تقلد حد ولقيت انه ايه ده، انا بعرف اعمل ده كويس قوي؟ كنت ابتديت اول حاجه زمان ان انا بقلد المدرسين في الفصل زمان قوي، وانا يعني في ابتدائي. اوكي. بعدين ابتديت اقلد العيله عندي، وبعدين دخلت بقى ابتديت اوعى ان انا بني ادم وبتفرج على التلفزيون وكده، فابتديت اقلد الناس بقى على التلفزيون من ممثلين لمغنيين. فابتدى الموضوع من هنا يعني. انت طبعا يعني كريم كامي قريب الفنان الكبير حسن كامي. الله يرحمه. ممكن حسن الله يرحمه يبقى ابن عم والدي. أوكي. ومن الشخصيات الجميلة جدا، وطول عمره كان بيشجعني الله يرحمه. الله يرحمه. وعلى طول كان بيشجع مواهبي، ودايما كان بيكلمني يطمن انت ما عملتش حاجة ليه، ودايما كان عايز يساعدني، بس هو دايما كان ضد حتة الواسطة، كان ما يحبش الواسطة خالص.